أبلغت واشنطن فصائل المعارضة السورية بأن لا تتوقع الحصول على دعم عسكري في مواجهة هجوم محتمل من الجيش العربي السوري على مواقع في الجنوب السورية. ونشرت وكالة فرانس بريس رسالة أمريكية لمقاتلي المعارضة أكدت فيها واشنطن أنها لن تدعم أي تصعيد في الجنوب السورية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مستشاريه في وقت سابق بدراسة خفض الدعم وبرامج المساعدات العسكرية التي تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.